السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. رسالة اليوم: حاول انك تسعد نفسك شوية، انت محتاج لانك تكون سعيد. حاول انك تتصل بحياتك الطبيعية، حياتك الممتعة، بلاش تجذب لنفسك الحاجات السيئة. في منكم كتير حبايب قلبي متعذب هنا، متعذب وعنده زي حالة كسرة قلب او خسران حاجة. انت مش عايز تخسر تاني يا صاحب الرسالة، مش عايز تخسر تاني بجد، مش عايز تكون حزين. ممكن بتمر بمشاكل عابرة في الوقت ده، يعني مشاكل بس سرعان ما هتتحل. انت محتاج انك تسمح برحيل المشاكل دي من حياتك، او الخسارة او الحزن. كفاية تمزق قلبك اكتر من كده، كفاية انك تحس بألم الفراق، كفاية دموع. عايزة اقولك، لو حد غدرك او حد تعبك او خلاك حزنت من جواك، كل ده بتمر بيه لسبب معين في حياتك، لانك انت بتنتقل لوعي تاني خالص غير اللي انت فيه، لانك بعد كده بتلاقي الدعم من الكون. بذنبتك انت ما تغيرتش، مش حاسس جواك انك اتغيرت كتير. طب مش نقول الحمد لله على التغيير ده، وتعرف ان ده دعم من ربنا ليك؟ صدقوني حتى العلاقات المؤلمة في حياتنا بتكون دعم من ربنا لينا، والله بتكون دعم، لانها بتديك درس في الحياة، والدرس ده بيكون تعليم بالألم، ولكن هي بتكون نعمة من ربنا ان احنا تعلمنا. دايما كنت بقول لكم في الرسائل اللي فاتت، حاول انك تتعلم ولكن بطريقة الحب بدل ما تتعلم بالألم. لكن في منكم خلاص اتعود، اتأقلم انه يتعلم بطريقة الألم. اي علاقة دخلت في حياتك مؤلمة، اي حد انت عايش معاه دلوقتي وبتتألم ونفسك تبعد عن الشخص ده، اي حدية في حياتك، اي جرح انت اتجرحته، اي ألم، اي علاقة انهيتها او بدأتها، اي حب اتألمت منه او حاولت تنساه، اي حزن عابر عدى في حياتك ومشكلة عدت في حياتك، كلها علشان تكون في المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. زي ما سألتكم من شوية، بذمتكم انتم ما تغيرتوش؟ اظن اللي هيقول ما تغيرتش يبقى كذاب. اللي معايا من اول ما فتحت القنوات دي، انا عارفة ان انتم تغيرتوا كتير، وعارفة دلوقتي ان كرامتكم بقت غالية عليكم قوي، وعارفة دلوقتي انتم مش مستحملين انكم تخسروها، علشان كده في عناد بانكم تقولوا اللي في قلبكم. ما تقلقوش، رب العالمين هيعوضكم، وعوضوا بالنسبة لكم انتم هيكون معجزة. كتير منكم مش مؤمن بالمعجزات ولكنها تحدث. شوفوا بقى، اللي منكم اتخان، اذا كان اتخان في علاقة زوجية، او اتخان من اسرة حواليه، او اتخان من اخ كبير، او اتخان من تآمر حواليه من اصدقاء، كل ده رايح، والاضافة اللي جاية في حياتك هي السعادة. استبشر، بشره ولا تنفره. الاستبشار كل ما تاخده صح هيجي لك صح. كل ما تحاول انك تبعد عن البشرة وتجذب طاقات الألم، بتجذب طاقات الألم. شوفوا حبايب قلبي، الهجوم اللي كان عليكم في الفترة اللي فاتت من الطاقات الظلامية مع طاقات البشر، طبعا ان طاقات البشر بتكون طاقات مظلمة برضو مع اي انسان ظلامي عموما، طبعا اي هجوم، اي ألم، اي خوف انت مريت بيه، اي حكم اتحكم عليك ظلم، اي شكل من اشكال الانفصال اللي انت مريت بيها،
هي في الحقيقة نداءات للحصول على المساعدة. يعني كل اللي انت بتمر بيه ده هو عبارة عن نداء ان الكون يساعدك، والكون ده هو مسخر من امر ربي. ما عليك الا انك تقول: ايها الكون الذي هو من صنع ربي ومسخر بامر ربي، ايتها الملائكة التي هي جنود من جنود ربي، ساعدوني اني الاقي الحل الصحيح لحياتي. وقبلها بتكون داعي رب العالمين: يا الله، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا حي، يا قيوم، يا علي، يا عظيم، سخر لي طاقات الكون وجنود الأرض وملائكة السماء في مساعدتي يا الله، في إني ألاقي السعادة لحياتي، الحل الصحيح لحياتي، الطريقة اللي أختارها. شوفوا انتوا بتمروا بايه وادعوا رب العالمين بيه، وبعدها قول زي ما قلت لكم، ابدا بالدعاء لله وقول بعد كده: ايها الكون. نداءات للكون حبايبي عشان تحصل على المساعده، بتقول: ساعدوني في اني الاقي الطريق الصحيح، العلاقه الصحيحه، الوفره، الوظيفه الصحيحه. وطبعا بتكون على يقين ان رب العالمين هيلبي نداءك، لان الكون ده هو عبارة عن ترتيب الهي من رب العالمين بيسخر للمؤمنين. وكن مستعد للاخبار الجيدة، لاني جاي لكم اخبار حلوة، خبر حلو. يمكن هتحس ان انت قلقان شوية بعد الخبر ده، لكنه هيريح بالك جدا. يعني القلق هو للطمأنينة مش اكتر حبيبي. لو انت كنت غير عقلاني في الاول بشأن الحاجة اللي انت كنت ترغب فيها، حاليا انت هتكون عقلاني. واعرف ان الحاجة اللي انت هتركز عليها هي اللي هتحصل، لان زي ما بقول لكم كده، الروحانيين بتفعل عندهم طاقة الجذب من قربهم من رب العالمين. يعني ركزت على الحب هتلاقي الحب في حياتك، ركزت على العمل هتلاقي العمل في حياتك، ركزت على الفرحة والسعادة هتلاقيهم في حياتك أينما كنت، حتى لو كنت قاعد في محيط سام هتلاقي الفرحة في حياتك. ثق في حدسك وثق في الطريق اللي ربنا بيرشدك إليه، لأن أنت شخص من بذور النجوم، يعني أصلا شخص شفائي. والشفاء اللي أنت بتنشره للكون بالطاقات اللي عندك هتتلقى، كل ما تزرعه ستتلقى. في إضافة حلوة رب العالمين هيحطها لك في حياتك، والإضافة دي هتكون سبب السعد والزيادة عندك والانتقال. واضح ان البعض منكم يا اما جايب هدية وعايز يديها لشخص، ويكون الشخص ده يمكن على خلاف معاك، يا اما انت جاي لك هدية غالية وجاي لكم اتحاد هنا مع توأم روح هو حبيب متسيطر عليكم انتوا الاتنين بالتواصل الروحي. يعني ايه؟ يعني هنا في علاقة قدرية، يعني الحب اللي انت بتشعر بيه او الشخص ده اصلا انتوا مربوطين في بعض، انتوا مربوطين ربطة مش هتخلص. اللي مفكر منكم ان العلاقة دي هتنتهي، لا، العلاقة دي لسه بتبتدي، بس انتوا ابتديتوا تفكوا التعلق وابتديتوا انكم تتشافوا، علشان كده بيحصل التأقلم، وبعد كده بتبعد طاقات الخوف والقلق والانزعاج وعدم التوازن. بعد ما بيبعدوا كل الحاجات دي بتيجي القوة والشجاعة لواحد فيكم، وبيعترف بالحاجة اللي هو ما اعترفش بيها، والعلاقة دي ما انتهتش. يا اما هيحصل فيها استقرار بصداقة، استقرار باتحاد وزواج. طبعا الطاقات كتير، فهنا في منكم هيبقى كده وفي منكم هيبقى كده، الخلافات اللي بينكم هتنتهي قريبا، بس في منكم هنا مقرر انه ينهي علاقة، وبس عندكم شوية تردد. يعني انتوا عندكم للبعض هنا عايزين علاقات من حياته او علاقة معينة في حياته،
وممكن هنا للبعض عايز يبتدي علاقة جديدة في حياته، أو عايز يبتدي في ورد جديد ياخده، أو عايز يبتدي في حاجة معينة هتقدمه لقدام، أو مشروع جديد هيخليه ينهض من الكسل اللي هو فيه. في منكم بيحاول يقرب من ربنا قوي، واعرف انك انت هنا لو خدت قرار بقطع شيء معين ربنا هيعوضك باللي احسن منه، بس لو انت امنت بده. يعني في منكم عايز يقطع علاقة، تمام، وعوض ربنا هيكون ليك لو انت عايز ده. طب لو عايز ارجع للعلاقة القديمة برضو عوض ربنا هيكون لك فيها، هيكون بتغيير الشخص ده او بتهيئته ليك انت، لانك من جواك انسان من الانقياء. ودايما بقول رب العالمين لا يخزل الانقياء وعباده المخلصين، تمام. فكن واضح بشأن ما تريده الفترة دي، علشان هو اللي انت عايزه هو اللي هيكون. اصنع تأمل معين لنفسك، حاول انك تجتذب فيه الشيء اللي انت بتتمناه، انت هتلاقي السلام، في سلام داخل عليكم بإذن الله، في تأثير قوي كوني هيغير حاجة كبيرة في حياتكم قريبا. كونوا مستعدين للتغيير في أي وقت. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.